بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، نذكر بصاحبة التوقيت الافضل والاجمل في 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 هذا الصباح بمستوى اصحاب السمو الشيوخ شاهينية للشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم. شكرا للمبدع محمد عبد الله بالدبيلة على هذا الاداء، على هذا الابداع الجميل التي قدمت الشاهينية. ما شاء الله، نتمنى لك دائما التوفيق يا ابو عبد الله، نتمنى لك الناموس يا ابو عبد الله في هذه الانطلاقات ان شاء الله وغيرها ان شاء الله. شوطنا الثامن، شوط الاخير، شوط وداع هذه الانطلاقه شعارات اصحاب السمو الشيوخ. بعد هذا الشوط سوف ننتظر الكثير، سوف ننتظر الكثير والكثير هناك مع اشواط ابناء القبائل. نذهب الى الصداره، نذهب الى المركز الاول. ما شاء الله تبارك الرحمن، شاهين اسمه الشيخ احمد بن محمد راشد مكتوم، مطر بن علي بن واس الاجتبي. بينما اللي في المركز الثاني اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، ايضا ثاني المراكز عفوا اسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم في عملية التضمير. انتقل وياكم الى المركز الثالث والرابع، كلهم تعود ملكيه لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. هناك متعب والذيب سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز الخامس ايضا هناك من الجانب الاخر خامس المراكز ما شاء الله تبارك الرحمن، مخلاب سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم مع مهير بن سيف بن نايع بن واس. وسادس المراكز شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، احمد بن علي بن عامر العويسي. المركز السابع ايضا هناك السريع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان راشد المكتوم، ولا عفوا شعار سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم مع الدرع مطر بن خلف بن علوان. بينما اللي في المركز الثامن، اللي في المركز الثامن بنصطاد اللي في المركز الثامن، من هناك للشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم، مضمر معاند محمد بن عبد الله بالدبيلة شعار التوقيت الافضل شعار الشاهينيه. تاسع المراكز ما شاء الله، اللي في المركز التاسع شاهين اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، احمد بن علي بن عامر العويسي. المركز العاشر هناك اللي في المركز العاشر ما شاء الله تبارك الرحمن، وضح سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم بالعرض الحميدي. يا سلام، هكذا هي النتيجة، هكذا كانت النتيجة، هكذا كان الإبداع هنا في هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق الموفق. يا سلام، من عمري هذا الشوط ما أبقى من الكثير إلا قليل. يا سلام، ما شاء الله تبارك الرحمن، هنا بهذا الأداء الجميل، هذا الأداء المميز والحضور الأجمل بهذه الشعارات المميزة هنا على أرضية هذا الميدان. التواصل أيها الإخوة جميل، التواصل مميز والحضور أجمل هنا مع هذا الشوط الوداعي لشعارات أصحاب السمو الشيوخ. ما شاء الله تبارك الرحمن، ولكن متعب ما زال مسيطر على المركز الأول. يلا يا أبو مطر أيضا حاضر سعيد بن عبيد الحميري. نقرأ على المركز الثاني، هنا اللي في المركز الثاني نجد
سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم هير بن سيف بن نايع ابو نواس وفي المركز الثالث. الله يا وضاح، بدأت الأمور تتضح يا مسري، بدأت الأمور تتضح هنا مع هذه اللحظات الجميلة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم سري بن سالم العرضي، وفي المركز الرابع شاهين أيضا من هجري نادي الشباب سالم سعيد في التضمين. المركز الخامس أيضا هناك شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن علي بن عامر العويسي. الأمور في خطر. الله يا متعب، أشكرك يا متعب على هذا الأداء، شكرا يا الحميري على هذا التألق حتى هذه اللحظات الجميلة، حتى هذه اللحظات المميزة. متعب 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 متعب، ولكن أرى شاهين أرى شاهين أرى شاهين اللحظات الجميلة، اللحظات المميزة اللي تسلل بها شاهين إلى المركز الأول. الله، قلت لكم من كذا شوط التألق مستمر هنا مع هذه الانطلاقة الجميلة. تهانينا هجن نادي الشباء. شكرا سالم بن سعيد المركز الثاني، سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم المركز الثالث، سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم المركز الرابع ايضا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد سعيد المكتوم، خامسا سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم. 6 دقائق و24 ثانية 57 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.